لازانيا بالصوص الاحمر. اول شيء عندنا بهاراتنا، عندي ملح، بهار ابيض، بهار بصل، وبهار ثوم، جوزه الطيب، هدول حيكونوا عندي للبشاميل. عندي البهارات تبعت الصوص الاحمر، هو فلفل اسود، بابريكا، اوريغانو، شويه سكر. للصوص الاحمر عندي بصل، ثوم، فليفله حمراء، فليفله خضراء، عندي فطر فريش مقطعته، رب البندوره، لحمه، وبندوره انا بارشتها كثير هيك صغيره كثير منيح. عندي للصوص الابيض طحين تبع مواد دسمه وحليب وجبنه دائما بدها ترافقنا بطبقنا. اول شيء عندي هون طنجرتين، انا حبلش بالتنتين، واحده بالصوص الابيض واحده بالصوص الاحمر. انزل شويه زيت مع الزبده. بالصوص الاحمر اول شيء حنبلش بالبصل، بس انا بدي شوحه مع الثوم، بعدين بنزل باللحمه. بس ليدبل شوي بلش بنزل بالثوم، وبعدين ببهره للبصل دغري، ببهره حتى ما يطلع هيك طعمه شوي غريبه. لازم الملح والبهار دغري مع البصل. اليوم انا هحط فلفل اسود للصوص الاحمر اللي عندي، ما هحط له فلفل ابيض. هيك بس ليدبل شوي بلش بنزل بالثوم. ثوم انا دققته، ممكن نساوي قطع، يعني ممكن نفرمه بالسكين ما بيأثر. هلا اللزانيا بتقبل كتير حشوات، نحن قبل هالمرة عملنا حشوة جبنة مع سبانخ كمان طيبة، الصوص الأحمر طيب، ممكن نساوي بس خضار بدون أي لحمة أو أي دجاج، ممكن نساويها بالدجاج. هي الفكرة إنه اللزانيا بتقبل كتير حشوات. هبلش هلا أنزل باللحمة، أنا اللحمة عندي إياها شوي مدهنة. حاول هيك قد ما فيه فرفطها حتى ما وقت اللي بدها تستوي عندي تكبتل او تصير فيها قطع قطع، يعني قد ما فيه من قبل ما تاخذ سوا بحاول انه انا اهرسها شوي بالمعلقه. هلا بس شوي هيك لتاخذ لون بلش بنزل بالفليفله. الفطر انا اليوم عنا يا فريش، نحن ممكن نجيب المعلب ما بيأثر اللي بدكم اياه، بس انتبهوا انه المعلب بيكون فيه زيادة ملح، يعني حاولوا يا تغسلوا تنقعوه منيح، يا اما بتخففوا الملح اللي بالاصل موجود بالطبخة. تمام هلا هيك اللحمة بلشت شوي تاخد لون، هننزل فليفلة مو ضروري الحمراء والخضراء، ممكن وحدة من بيناتهم، ممكن نغير عنهم اللي بدكم اياه، ممكن نحط ذرة. هي الفكرة انه الصوص الاحمر هاد بيقبل اي نوع خضر. هلا حنزل بالفليفلة الخضرة والفطر. هيك بس نعمل لهم تقليبة من هون ليتحمصوا شوي، بنكون احنا ساوينا الصوص الابيض وبعدين بنرجع لهم مرة. للصوص الابيض هون عندي مواد الدسمة بلشت تاخد لون، حنزل بالطحين. صوص بشاميل عادي مثل اللي بالعادة بنساويه، بس لعندي يتحمص الطحين. انا الحليب عندي مدفيته، لا تنزلوا ابدا حليب بارد. الدسم مع الطحين بده يكون تقريبا الكمية متساوية، يعني إذا أنا مثلا عندي 4 معالق طحين بده يكون عندي 4 معالق دسم، حتى عندي ما تعمل لي كبتيل. بس هيك شوي يتحمص الطحين مع بعض، بعدين بنزل بالحليب. بس هيك نعملها تقليبة لهون. هلا حننزل برب البندورة. انا هون عندي رب البندوره وعندي بندوره فريش، انا حاططها بشويه مي سخنه، شايله القشره منها
وبعدين بارشته لهيك بس شوي لتتسبك الصوص معنا، تاخذ الصفعه تبع الدسم، بعدين بنزل بالبندوره. هيك عندي الطحين بلش يتحمص، حقرب قد ما في الحليب وبنزل مثل ما اتعودنا شوي شوي انا وعم حرك، ما بنزل الحليب دفعه واحده حتى عندي ما يعمل لي كبتيه. كل ما بتاخد برجع رد بضيف شوي تاني. هيك لحتى يخلص عندي كل كمية الحليب. تبهيرتها اليوم كتير بسيطة، هنحاول يكون كل شي ابيض حتى ما اللون عنا يتغير بالبشاميل. هلا هيك بلشت شوي تاخد، تمام. هلا كل ما حاولتوا تضربوا اسرع كل ما عاد بين عندي، صار عندي الملمس سلس وعندي البشاميل بيطلع كتير رايق كتير سلس، تمام. هلا هيك منيحة. هلا حتبل، اخذت تقريبا فايتها. اذا هلا تقلت رد شوي على الغلي، رد برجع بضيفلها شوية مي. حنبلش ملح، بهار ابيض، بودرة البصل وبودرة الثوم، وعندي جوزة الطيب ضرورية مع البشاميل. هلا منضيف جوزة الطيب، دائما جوزة الطيب حاولوا تبشروها دغري لانه هي من البهارات اللي دغري تطلع. هلا بس هون بالصوص الاحمر حانزل بالبندورة وهيك حاتركها لتتسبك كتير منيح، وبعدين بنرجع سوا مع بعض بس لنسلق اللازانيا. اول شيء نحن هون عنا صوص البشاميل خلص، بس انا ححط له جوزة الطيب مثل ما قلنا بنحاول انه نخليها فريش دائما. دائما جوزة الطيب من البهارات اللي دغري ريحتها بتطير، بقى حاولوا قد ما فيكم تكون دغري فريش بس لنساويها. هلا هون عنا صوص البشاميل خلص والصوص الاحمر تقريبا خلص، بس حنتبله بشوية بابريكا. شوية اوريغانو، ودائما وقت بكون عندي انا رب البندورة او بندورة دائما السكر لازم يكون لحتى يظهر لي طعمة الحموضة. هلا هيك انا تقريبا كمان الصوص الاحمر خالص عندي، بس هنطبق مع بعض قطعة صغيرة من اللازانيا. انا هون عندي اللازانيا سلقتها، حاسلقها نص سلقة. حنبلش اول شي شوية بشاميل، بعدين لازانيا. هلا اللازانيا وقت كنت تشتروها قد ما كانت لون غامق يفضل، يعني كل ما كانت اللازانيا لونها اغمق كل ما كانت من قمح كامل بتكون افضل، ما تختاروها بيضة. حنبلش شوية صوص، وبعدين ححط لها جبنة بالنص بس هيك تعطيها شوية طعم ودسامة. رد شوية بشاميل، بس حيكون عنا طبقتين لأنه أنا بالأصل عندي الطبق منه غميق، بقى أنا بس حساوي بس طبقتين بكل قطعة، نساويهم عكس بعض عشان وقت اللي أنا بدي أخذ القطعة تكون متجانسة. يعني حاولوا اللازانيا تكون واحدة يمين واحدة يسار، تمام. هلأ آخر قطعة حتكون معنا، آخر طبقة حتكون البشاميل. حنفوت على الفرن على درجة 200 تقريبا، تاكل ربع ساعة لثلث ساعة.
وبس لا تطلع بنحط لها شوية بشاميل شوية بابريكا وبتكون هيك تقريبا خالصة عنا. قدمنا اللازانيا طبق فردي وطبق للعيلة وإن شاء الله تعجبكم صحتين وهنا. شكرا كثير وهي الفطر عليها.